السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية الخاصة التي تفردها النبأ لتغطية الملاحم في مدينة سرت. أفاد المركز الإعلامي لغرفة عمليات البنيان المرصوص بالسيطرة على كامل منطقة سواوة وفتح الطريق الرابط بين هراوة وسرت. المركز قال إن قواتهم سيطرت على ميناء سرت بعد معارك وصفها بالضارية، مضيفا أن طيران غرفة العمليات نفذ غارات على تمركزات للتنظيم في محيط واغادوغو وفندق المهاري. قال مراسل النبأ نقلا عن مستشفى مصراتة المركزي بارتفاع عدد الشهداء ليصل إلى 11 شهيدا و30 جريحا. المركز أضاف أن اشتباكات تجددت وسط المدينة بين قوات العملية وأفراد التنظيم بعد تقدم قوات العملية ظهر اليوم، في حين تجدر الإشارة إلى أن عدد الشهداء بلغ حسب المصادر الطبية 117 شهيدا حتى اللحظة، فيما فاق عدد الجرحى 500. هذا وكان المركز الإعلامي أعلن بدء العد التنازلي لما وصفها بمعركة شهداء البنيان لتحرير سرت من بقايا تنظيم الدولة. المركز قال إن قواتهم استهدفت بالمدفعية الثقيلة تمركزات التنظيم في محيط مجمع قاعات واغادوغو. هذا وكانت قوات العملية أعلنت سيطرتها بالكامل على الحي رقم 1 داخل مدينة سرت. وننتقل الآن مشاهدينا لنواصل صحبتكم هذه التغطية من مصراتة وإلى الزميل عدنان الدرويش. إليك عدنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، شكرا لك الزميل علي. مشاهدينا الكرام مستمرون معكم في التغطية هنا من مدينة مصراتة. تطورات جديدة حدثت على الساحة في مدينة سرت وأماكن جديدة سيطرت عليها قوات عمليات البنيان المرصوص، ولمتابعة الكثير أو العديد من يعني تطورات الأوضاع في تلك المنطقة ينضم إلينا هنا العميد طيار مختار فكرون الناطق الإعلامي باسم غرفة الطوارئ التابعة للقوات الجوية التابعة لحكومة الوفاق. سيد فكرون بداية أهلا بك. أهلا وسهلا بك. نعم، بداية يعني سيد فكرون لو تطلعنا على إحصائية على عدد الطلعات الجوية التي قامت بها غرفة سلاح الجو الليبي من بداية يعني بداية استهدافكم لتجمعات تنظيم الدولة في مدينة سرت.
أولا في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نترحم على شهدائنا ونتمنى الشفاء العاجل لجرحانا. بداية، القوات الجوية لم يقتصر عملها على الفترة الأخيرة منذ تأسيس عمليات البنيان المرصوص، ولكن القوات الجوية كانت تتعامل مع تجمعات الدواعش وتمركزاتهم منذ بداية ظهورهم في سرت تقريبا بتاريخ 14/3/2015. كانت بداية ظهور الدواعش على للعيان يعني في سرت ظهره، وبداية انسحاب الكتيبة 166 من تلك المنطقة. كانت كتيبة طبعا موجودة لتأمين المنطقة، ما هيش كتيبة بتلك القوة اللي تستطيع أن تقاوم التنظيم. منذ ذلك الحين السلاح الجوي بدأ في استهداف التمركزات والتجمعات ومخازن الأسلحة وأي تجمعات لتنظيم الدولة الدواعش. في الفترة، في تلك الفترة إلى تقريبا 4/1 في 2016، بعد تفجير بوابة رأس النوف وهجومهم على قوات حماية المنشآت النفطية محاولة السيطرة على الموانئ النفطية، قام السلاح الجوي بعدة طلعات على عدة أيام لدعم قوات حماية المنشآت النفطية، وبفضل الله تم تحجيم قوة الدواعش والحد من تمددهم، ولم يستطيعوا السيطرة على الموانئ النفطية. في تلك الفترة خلالها لعند بداية التفجير اللي صار في منطقة البغلة يوم 5/1 في اليوم 5/5/2016، وبداية تكوين غرفة عمليات البنية المرصوص، من بدايتهم إلى تلك الفترة حوالي قام السلاح الجوي بتنفيذ حوالي 400 طلعة وما يزيد على 400 طلعة مضادة لتلك التنظيم، ذلك التنظيم. من يوم 5/5، طبعا ذلك اليوم كان يوم الخميس وكانت الموقف يعني صعب شوية. فبدأ السلاح الجوي بعدة طلعات للحد من تمدد ذلك التنظيم وقواته، واستهدفناهم على مدى حوالي 10 أيام بالقصف المستمر، تمركزاتهم وسيارتهم المفخة، تجمعاتهم ومراكز ذخائرهم، إلى حين تم تحرير بوغرين يوم 18/5. تم تحرير بوغرين وتمددت القوات، تقدمت في اتجاه سرت. كانت العملية يعني سهلت عمليات السلاح الجوي، سهلت الكثير في رأيي على تقدم قواتنا، وحدت إلى حد ما من الخسائر البشرية قد تكون في قوات البرية الموجودة على الأرض من الجيش والقوة المساندة. ففي هذه الفترة يعني من 5/5 إلى اليوم ما يقارب 150 طلعة جوية استهدفت عدة تمركزات وعدة مواقع وارتال، ويعني الحمد لله رب العالمين السلاح الجوي قام بواجبه أو في حدود إمكانياته، وقدمنا الدعم اللازم للقوات الموجودة. هذه ال 150 طلعة هل هي كلها طلعات تم استهدافها تجمعات ومراكز، أم كانت يعني بين الاستطلاعية وبين منفذة للعملية؟ لا، هذه الطلعات كلها كانت طلعات تعبوية. يعني استهدفت طلعات قصف جوي، يعني طلعات الاستطلاع والحاجات الثانية اللوجستية ما هيش محسوبة ضمن الطلعات الحقيقية. طبعا بالإضافة أن السلاح الجوي ما يحدش عمله بس في الطلعات الجوية، وكان فيه سلاح الجوي عنده طلعات امداد ومؤن وتوصيل أدوية لكافة المناطق في ليبيا، يعني إلى غات، إلى أوباري، إلى حتى الكفرة في مرحلة الأزمة اللي فاتت لي في الكفرة. السلاح الجوي كان تتعامل معها، بالإضافة إلى الإسعاف الجوي. الإسعاف الجوي كله اللي موجود الآن أراه تابع للسلاح الجوي، ما هوش جهة مدنية. فالسلاح الجوي يعمل في كل الاتجاهات. طيب، يعني ايضا من ربما من مهام القوات الجويه توفير عاده غطاء للقوات على الارض، القوات المشاه، وتوفير غطاء جوي. هل تم هذا في هذه العمليه، عمليات البنيان المرصوص، اثناء تقدمها باتجاه مدينه سرت من قبلكم؟ وطبعا هذا من ضمن مهام القوات الجويه، يعني التغطيه الجويه، او اذا كان في اي تجمعات تعرقل تقدم القوات فيتعامل معها السلاح الجوي.
طيب يعني إذا ما تحدثنا يعني عن إمكانيات سلاح الجو الليبي، نعلم أن ممكن منظومة سلاح الجو الليبي تم تدميرها عام 2011 من قبل قوات الناتو في حرب التحرير، يعني كيف يقوم اليوم سلاح الجو الليبي بكل هذه الضربات الجوية، وهل يعني تحصلتم على مساعدات دولية في هذا الخصوص؟ السلاح الجوي كان مهمل حتى قبل 2011، كان مهمل نوعا ما، يعني يحتاج إلى صيانة ويحتاج إلى المال وفيه إهمال كبير. يعني بعد حرب التحرير طبعا في حاجات دمرت، طائرات كلها في الغالب خارج الخدمة، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى، وهنا توجه بالشكر إلى الشؤون الفنية بالقوات الجوية عامة والشؤون الفنية بالكلية الجوية خاصة من مهندسين وفنيين قاموا بصراحة بعمل جبار، اشتغلوا ليل نهار الناس بدون مقابل مادي لهم هم كأشخاص. استعملنا قطع غيارنا المتوفرة والمتوفرة لدينا من قبل، في طائرات دخلت الخدمة في ليلة 20 سنة واقفة عن العمل واشتغلت بهمة الرجال وهمة فنيين ومهندسين والآن داخل العمل. يعني لا توجد ربما مساعدات الدولية ما وجدتش، يعني ما توفرتش. طيب. وإن توفرت بقدر قليل جدا، لأن احنا زي ما تعرف ان احنا تحت البند السابع ويحضر فيه استيراد الأسلحة على ليبيا بالكامل، لأن تفتقر إلى وجود حكومة معترف بها قبل حكومة الوفاق، والآن إن شاء الله نتأمل خيرا في المستقبل بوجود الحكومة واعتراف العالم بها. تمثلت هذه المساعدات، هل ربما في قطع غيار للطائرات الحربية أو في دعم لوجستي أو فني للعاملين في قوات الطوارئ قوات الجوية الليبية؟ والله بالنسبة من الخارج لا توجد أي مساعدات، ولا تمكننا حتى من شراء معدات أو قطع غيار، كل الموجود متوفر عندنا من قبل وكان موجود في المخازن. في حاجات طبعا تم تفعيلها بجهود رجال الشؤون الفنية في القوات الجوية. طيب يعني في بداية الهجوم على تنظيم الدولة ربما كانت تستخدم طائرات الميج والعمودية، لكن في الفترة الأخيرة الأنباء تشير إلى مشاركة طيران هيلوكوبتر في هذه العمليات، على مدى يدل هذا إن صح الخبر؟ هل يدل ربما على ضعف التنظيم وضعف قدرته على استهداف الطائرات قريبة المدى؟ بالنسبة للمضادات الجوية ما هيش متوفرة لديهم إلا المضادات الجوية التقليدية المدفعية 23 ملي ولا 14.5، طبعا هذه محدودة التأثير على القوات الجوية. استعمالنا لتكتيك خاص لتفادي مثل هذه المضادات، بالإضافة إلى طائرات الهليكوبتر، طائرات إسناد القوات البرية تعمل دائما في صفوف القوات البرية، ما تتعمقش في أراضي العدو. نعم. ما تتعمقش على القوات المعنية. طيب عن الأماكن وتجمعات عناصر تنظيم الدولة، ما الذي تم استهدافه؟ هل تم استهداف ربما عدد كبير من المخازن؟ وأيضا أنتم استهدفتم هذه المخازن، كيف رأيتم حجم التحشيد من قبل عناصر تنظيم الدولة وقوته العسكرية والعتاد الذي كان متوفر لديه؟ التنظيم ممكن أعطي تهويل إعلامي أكثر مما هو موجود في الحقيقة، اعتمادهم على الأسلحة طبعا كلها من السوق المحلية، بعض التخيل ممكن يجيهم من جهات أخرى، عددهم ماهيش كبيرة بالشكل الرهيب اللي يصور فيه الإعلام. هم طبعا استعملوا برنامج ترهيب في بداية من بداية ظهور الفيلم اللي يظهر فيه ذبح الناس وكذا، وهذا برنامج طبعا الإعلاميين ممكن تعرفوه أكثر منا، هذا برنامج مصور وعبارة عن سينمائي لا أكثر وأقل، لتهويل وبث الرهبة في قلوب الناس وفي قلوب المواطنين لا أكثر وأقل. استعملوا بعض الحاجات مثل شنط بعض الأشخاص أو صلبهم لوجود رهبة معينة، هم جلهم مرتزقة ممكن تتوفر عندهم بعض القيادات اللي جاية من الخارج، فيهم كذلك ليبيين مدفوعي الثمن، لكن ما همش بالقوة اللي يتصورها البعض، بعبع يعني كبير، معتمدين على التفخيخ والحيل، ما هيش مواجهة عسكريين أو مواجهة جيش يواجه في جيش، حرب عصابات وحرب خداع وحيل أكثر وقت. نعم. طيب هذا التنظيم تنظيم الدولة منتشر في شوارع مدينة سرت
وقريب من المساكن المدنية ومنازل المدنيين وكل المنشآت المدنية. هل واجهتكم ربما صعوبات في استهداف مواقع قريبة من منازل المدنيين؟ والله بالنسبة لوجودهم أو احتمائهم بالمقار المدنية ومساكن المدنيين وبعض المنشآت مؤسسات الدولة مثل المصارف والفنادق وكذا، هذه تشكل عائق بالنسبة لنا كسلاح جوي، لأن بنحاول نتفادى بقدر الإمكان إصابة المدنيين مهما كان الوضع. حيكون حرب شوارع فيها القوات البرية هي دي صاحبة القرار والأمر في هذا المجال، يعني بالنسبة للسلاح الجوي استهدافها لمواقع قد تكون صغيرة لا تتعدى أمتار موجودين فيها الشراد المدي، فالسلاح الجوي يعتبر عاجز. كيف تعاملتم مع هذه؟ تعاملنا داخل المدينة لحد الآن في مناطق محدودة جدا أو أماكن فضاء متأكدين منها إن ما فيهاش مدنيين وتكون بعيدة عن السكان بقدر الإمكان، أو تمركزات أو قطع إمدادات جاية من خارج المدينة. أما داخل المدينة فالاعتماد الكلي على القوات البرية. نعم، لكن شهود عيان ربما يتحدثون أن الضربات الجوية أحدثت انفجارات هائلة لدى عناصر تنظيم الدولة أو في تجمعات عناصر تنظيم الدولة، هل هناك أشياء من هذا القبيل؟ في طبعا تمركزات موجودة في معسكرات زي معسكر تاجرفت، معسكر الجارط، جزيرة بوادي، هذه منطقة فضاء بعيدة عن السكان وبعيدة عن المنشآت المدنية، وهم عندهم فيها تمركزات مديرينها تمركزات دفاعية لمنع الجيش من دخول سرت من دخول المدينة. نعم. الآن هم محجمين تقريبا بالكامل داخل مدينة سرت، يعني تم الحمد لله السيطرة على منطقة هراوة وتقدم الجيش الليبي وحرس منشآت نفطية إلى الأمام حوالي في 40 على سرت بالنسبة للوقت الحالي. طيب، يعني بحسب ما ذكرت كيف ربما سيكون دور القوات الجوية اليوم؟ يعني هل ربما ستستمر القوات الجوية في استهداف مواقع معينة أم أن مهمة القوات الجوية انتهت اليوم والمواجهات سوف تكون على الأرض بحكم محاصرة تنظيم الدولة في منطقة ضيقة؟ لا، القوات الجوية دورها ما ينتهيش. أولا حنحاول أن احنا نستهدف وننتقي أهداف معينة لضربها، بالإضافة إلى استعمال طيران العمود الهليكوبتر في استهداف بعض النقاط اللي تكون أسهل من الطائرات المقاتلة، بالإضافة إلى استطلاع حول المنطقة ومنع وصول امدادات، مطاردة الفارين، يعني السلاح الجوي مهمته لم تنتهي بعد. نعم. طيب، يعني قوات الجوية الليبية هل يمكن أن تقدر قدرتها على الدفاع وعلى الهجوم؟ عدد ربما الطائرات التي تمتلكها، العناصر والخبرات، هل يمكن تقديرها من قبلكم؟ ما تقديرها زي كيف يعني؟ يعني تقدير عدد الطائرات الميج المستعملة مثلا، العمودية، أنواع الأسلحة الجوية المستخدمة في استهداف عناصر تنظيم الدولة. والله بإذن الله يكون عندنا ما يكفي لدحر هؤلاء. نعم. طيب، نعم، إذا ما تحدثنا يعني عن طلعات استطلاعية من قبلكم، رصدت ربما عناصر فارة وأورتال فارة من عناصر تنظيم الدولة إلى مناطق خارج مدينة سرت، هل تم رصد مثل هكذا أرتال؟ إلى حد الآن لا، لم يتم رصد أي أرتال، لأنهم حتى لو فيه انسحاب أو هروب حيكون للقيادات مش للكل، وحيكون يستعملوا في الليل كاستار وعلي كميات محدودة، يعني بسيطة، سيارات بسيطة واحدة اثنين، سيارات مدنية يعني لا يمكن استهدافها من قبل السلاح الجوي. طيب، في سؤال أخير سيد أو العميد طيار فكرون، كيف ترى أن القوات الجوية وطلعات الجوية أثرت على سير المعركة ضد تنظيم الدولة؟ والله أنا أرى أن أثرت تأثير إيجابي في دحر هذه القوات، وفي نفس الوقت هذا الأمر ما نقدرش نقدره لأن أنا صاحب، نعتبر صاحب الشأن في المجال هذا، ممكن نقدره الناس الثانية اللي موجودين على الأرض، يعني ممكن يشوفوا تأثير السلاح الجوي. نعم. العميد طيار مختار فكرون، الناطق الإعلامي باسم غرفة عمليات الطوارئ التابعة للقوات الجوية التابعة لحكومة الوفاق، كنت معنا هنا، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، العودة إلى استديوهاتنا في طرابلس مع زميل علي. إليك علي.
شكرا لك عدنان. قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات البنيان المرصوص أن القوات التابعة للعملية حررت عددا من المدنيين المعتقلين في سجون تنظيم الدولة. المركز أكد أن من تم تحريرهم والذين لم يحدد عددهم كانوا مسجونين لدى التنظيم في أحد المقار العسكرية. وأشار المركز إلى أن سجناء المحررين تعرضوا للتعذيب وهو ما يظهر على أجسامهم. أمس قواتنا قامت بهجوم كبير جدا وتمشيط بعض المنازل وبعض الأحياء التي كانت تمركز فيها قوات تنظيم الدولة داعش، ومن ضمنها تم العثور على أحد السجون أو أحد المنازل التي كانت يستعملها جيش تنظيم الدولة لسجن وصلب أبناء الشعب الليبي. مشاهدينا، عقب هذا الفاصل نواصل تغطيتنا لمجريات أحداث محاور قتال مدينة سرت، فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. انتقد عسكري مصراتة ما وصفه بالصمت المريب للحكومة المقترحة على تصريحات مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، والتي اعتبر فيها الثوار الذين يتقدمون لتحرير سرت بالمجموعات المسلحة المنتمية لتنظيم القاعدة. المجلس اعتبر تصريحات الدباشي وغيرهم مما وصفهم بالسياسيين التي تصف الثوار ثارة بالميليشيات وثارة أخرى بتنظيم القاعدة تعد أمرا في غاية الخطورة. وأكد المجلس في بيانه أن المتطاولين على الثوار سيرون قريبا سرت محررة تحميها وتؤمنها قوات تابعة لشرعية الدولة، وأن الثوار الذين دحروا الإرهاب هدفهم بناء الوطن. وحول سير العمليات العسكرية في المدينة معنا عبر استديوهاتنا هنا في طرابلس الصحفي في غرفة أخبار النبأ صفوان أبو سهمين. صفوان، اليوم سرت شهدت أحداث متسارعة ومتطورة، نريد منك حصيلة لما جرى اليوم في سرت. نعم، التطور الأبرز في مدينة سرت اليوم هو السيطرة على ميناء المدينة وإحكام السيطرة عليه من قبل قوات عمليات البنيان المرصوص، والاشتباكات والقصف الجوي ما زال مستمر حول قاعدة واجادوغو. كالعادة سنتعرف على هذه المواقع على الخريطة. تظهر هنا في الإعلام
الحمراء هي مناطق سيطرة قوات عمليات البنيان المرصوص، هنا هي منطقة أبو هادي، وهنا أيضا منطقة جنوب المدينة هي قصر أبو هادي، وأيضا هنالك يعني موقع جسر الغربيات يقع في هذا الاتجاه، وهو هنا يظهر الحي رقم واحد الذي سيطرت عليه قوات عمليات البنيان المرصوص خلال الأيام الماضية. بالنسبة لميناء المدينة يقع هنا في المنطقة الشرقية من المدينة. نعم، بالأمس تحدثنا عن تقدم القوات البحرية للسيطرة على الميناء، واليوم تم إحكام السيطرة عليه. نعم، بالفعل نعم يعني تم السيطرة عليه، وتم السيطرة على منطقة سواوة، هذه المنطقة تقع هنا بالتحديد، وهي منطقة الطريق التي تؤدي إلى هراوة لتبعد 40 كيلو مترا يعني باتجاه غرب أو شرق المدينة. أيضا بالنسبة لتوضيح الأسهم في الاشتباكات التي تدور في يعني قاعدة واغادوغو، قاعدة واغادوغو هذه القاعدة أو مجمع قاعات واغادوغو هي قاعدة لعمليات تنظيم الدولة، طيران الحربي قام بغارات جوية حول قاعة واغادوغو، و يعني كما تظهر هنا هذه هي مواقع الغارات الجوية التي قام بها سلاح الجو، قام بغارات في جنوب الميناء، وقام بغارات جوية حول قاعة واغادوغو التي سيطر عليها يعني تنظيم الدولة، عناصر من تنظيم الدولة. يظهر هنا ربما يظهر لدينا الحي رقم واحد الذي سيطرت عليه قوات عمليات البنيان المرصوص، فقط تبقى المنطقة التي سنختار لها اللون الأسود، وهي منطقة التي سيطر عليها تنظيم الدولة، هذه المنطقة فقط أي ما قدرته قوات عمليات البنيان المرصوص بحوالي 5 كيلومترات فقط، 5 كيلومتر مربع هي المنطقة التي ما زالت تحت سيطرة قوات تنظيم الدولة، وأصبحت يعني قوات عمليات البنيان المرصوص تسيطر على المدينة بشكل كامل من كافة الاتجاهات. تتحدث عن جزيرة الزعفران، جزيرة الزعفران تقع في البوابة الغربية للمدينة من هذا الاتجاه، لو لم يتغير علي. يعني في هذا الاتجاه بالتحديد تقع جزيرة الزعفران، وفي البوابة يعني الغربية للمدينة أصبحت هنالك الآن الطريق الشرقية مؤمنة وتم السيطرة عليها وفتح الطريق الساحلي من قبل قوات عمليات البنيان المرصوص. في الجنوب لدينا جزيرة أبو هادي ومنطقة أبو هادي بالكامل، قاعدة القرضبية، معسكر تاغريفت، معسكر الجالط، الجامعة، والآن كل الاشتباكات تحدث في محيط قاعات واغادوغو التي استهدفتها المروحيات والطائرات الحربية. كما كان يتحدث الآن يعني قائد العمليات الجوية، قال بأن طائرات لأول مرة تدخل الخدمة وهي طائرات F1 ميراج F1، هذه الطائرات هي من الجيل الثاني في الطيران الليبي بشكل عام، وهي من أحدث الطائرات التي تملكها ليبيا، تقوم بطلعات جوية بشكل مباشر وتخترق حاجز الصوت، فبالتالي ربما دخول هذه الطائرات سيغير نوعا ما من تكتيك الطيران الحربي في خلال الأيام المقبلة. هذه كل المعلومات التي لدينا الآن والتي تتضح على الخريطة بشكل واضح. الأعلام الحمراء هي أماكن سيطرة قوات البنيان المرصوص، والأسهم الزرقاء تعني بأن هناك تقدم لقوات عمليات البنيان المرصوص في هذه الاتجاهات، وتبقى فقط المنطقة يعني المنطقة التي في الوسط هي التي لم يسيطر عليها بعد قوات عمليات البنيان المرصوص. طيب، البعض ربما يتساءل عن المدنيين وأوضاع ربما المدنيين في هذه المناطق، لم يخرجوا بعد، هذا جانب. الجانب الآخر تساؤلات أيضا تطرح، أين ذهب هؤلاء؟ أفراد التنظيم بعد اشتداد الحصار عليهم وبعد هذه المعارك أين ذهبوا؟ يعني ربما القادة العسكريون يتحدثون يعني في المداخلات يتحدثون بأن العناصر التنظيم ما زالوا يتمركزون في منطقة قاعات واغادوغو بالتحديد. منطقة قاعات واغادوغو هي منطقة كبيرة بقربها مستشفى ابن سينا، ربما هذه الطائرة تغطي على المستشفى. مستشفى المركزي للمدينة هو المكان الذي
يعني ربما مصابي تنظيم الدولة عندما يصابون يتجهون مباشرة إلى المستشفى، فبالتالي رغم الدك اليومي من قبل المدفعية والطيران ويعني محاولة قوات عمليات المرصوص التقدم إلى تلك المنطقة لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، ربما هذا آخر مكان يتحصن به قوات تنظيم الدولة في تلك المنطقة. وتتحدث أيضا عن حي الشعبية، شارع المختار، طريق جرين، والحي رقم 3، هذه الأحياء كلها ما زالت تحت سيطرة تنظيم الدولة. أيضا قوات عملية الميناء المرصوص أعلنت عن تحرير بعض السجناء، وهذا يدل على أن هناك ربما بعض المدنيين محتجزين داخل المدينة، وهو ما يهدد ربما إصابتهم عند استخدام المدفعية أو الطيران يعني في وسط المدينة، فهذا يعتبر ربما أمر خطير على المدنيين. ورأينا أيضا صور لهم وهم تعرضوا بالفعل للتعذيب، فبالتالي ربما تأخر تقدم القوات لهذا السبب. وربما حتى اليوم هناك تطور بارز، وكانت النبأ أول من نقله هو صلاة الجمعة في سرت وفي في مسجد 30 غرب المدينة، يعني القوات أصبحت تؤمن المكان، تدخل وتسيطر عليه ثم تؤمن وتفتح ممرات آمنة. العميد محمد الغصري قال بأن هنالك ممرات آمنة من هذه المنطقة بالتحديد لكل المدنيين لكي يتمكنوا من الخروج من المدينة. مراسلين اليوم قالوا بأن هنالك عدد من السيارات بالفعل للمواطنين غادروا سرت باتجاه الغرب أي باتجاه مصراتة، وهم خرجوا بشكل آمن، فبالتالي ربما الساعات المقبلة تخبأ الكثير من التطورات العسكرية والميدانية ونحن سنتابعها بشكل دقيق. نعم، تحدثت قبل قليل عن تطور ميداني في الجبهة الشرقية لسرت ويتقدم الثوار من هراوة باتجاه مدينة سرت وتمركزهم في منطقة سواوة، هل توجد مجموعات من تنظيم الدولة في هذه المنطقة بين سواوة وبين سرت؟ بلا شك، يعني الآن المعارك قد تمت السيطرة على الميناء. ميناء سرت هو ميناء كبير ومحاوله أيضا هو مساحة كبيرة كما يظهر هنا في الخريطة. الطريق التي تمت فتحها بالتحديد هي هذه الطريق التي ظهرت في القصف الجوي يعني الكلية العسكرية التي بثت مقاطع لقصف جوي تظهر بأن القصف تم في هذا الاتجاه بالتحديد، أي أن هناك تأمين للطريق، ولكن هذه الطريق هي الطريق المؤدية إلى هراوة، وأيضا هناك الطريق الساحلي موجودة في الجنوب تؤدي أيضا إلى هراوة، ولكن هناك طريقين أحدهما يمر بسرت والآخر في الجنوب. ما أعلن عن السيطرة عليه اليوم هذا الطريق بالتحديد الذي يظهر في اللون الأحمر، ولكن يعني نحن دائما نستمع من العسكريين أن هناك مفخخات وأن هناك تفخيخ للطرق جوانب الطريق وضع آليات مفخخة في الطريق، فبالتالي ربما أي عملية تقدم قد تتأخر بناء على ذلك. نعم، ابقى معي زميلي صفوان، سأعود إليك بعد قليل. مشاهدينا الكرام، ننتقل الآن لنواصل صحبتكم هذه التغطية من مصراتة وإلى الزميل عدنان الدرويش مجددا، إليك عدنان. شكرا للزميل علي، مستمرون معكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة لمجريات الأحداث في مدينة سرت. مستمرون معكم ينضم إلينا هنا السيد محمد غليوة المدير التنفيذي لحملة جهد، وينضم إلينا أيضا السيد أسامة المقدمي عضو في الفريق الميداني لحملة جاهد وعضو مركز إحسان، أهلا بكما ضيفنا الكريمين. أبدأ مع السيد غليوة، بداية يعني حملة جاهد تم استحداثها أخيرا، كيف جاءت هذه الفكرة وهذه الحملة وأيضا ما هي أهدافها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. في البداية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بالنصر ويفرج عنا هذه الغمة وأن يفرج الأزمة على البلد الحبيب ليبيا. سائلين الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك أن يتقبل الشهداء وأن يجمعنا بهم في أعلى عليين مع الصديقين والنبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يعجل بالشفاء العاجل للجرحى، وأن يرجع لنا المفقودين بسلام سالمين غانمين. في البداية أشكركم على إتاحة هذه الفرصة للتعريف بحملة جاهد لمحاربة التطرف والإرهاب. هي حملة توعوية تعبوية داعمة للجبهات برعاية الأوقاف وصندوق الزكاة بمصراتة.
هذه الحملة الحقيقة ليست انطلاقتها حديثة كما ذكرت أستاذ الكريم، ولكن هي منذ فترة، وكانت البداية مع بداية التفجير الأول الذي حدث في منطقة البغلة وبوغرين، ولكن بدأت الأفكار تجول واللقاءات تحدث سواء كانت في مكتب الأوقاف مصراتة أو صندوق الزكاة بالتعاون مع مجموعة من أهل الخير ومن يهمهم أمر البلاد وتهمهم الدفاع عن الدين وعن العرض وعن الأرض وعن الوطن. فكانت البداية منذ بداية التفجير، ولكن انطلاق الحملة الفعلي الحقيقي وخروجها على في الساحات وفي الميادين كان منذ 3 أسابيع قد مضت، في الجمعة عند أو كانت يوم الجمعة، وكانت البداية هي التعريف بالحملة وأهدافها وما نريد من هذه الحملة. هو الحملة في الحقيقة كما أشرت إن هي حملة توعوية تعبوية داعمة للجبهات. الحملة ليست مقصورة على جمع التبرعات فقط، وإنما تنقسم هذه الحملة إلى 3 محاور موضحة أو موجودة سواء كانت في المطويات التي تم توزيعها أو الملصقات أو الصناديق التبرعات التي وضعت في العديد من الأماكن سواء كانت المساجد أو الأسواق أو غيرها. المحور الأول وهو محور التوعية، وهذا محور يهتم بتوعية المواطنين وجميع أفراد الشعب الليبي بمخاطر التطرف بجميع أنواعه، وبالأخص الفكر المتطرف الخارجي، فكر داعش الذي أصبح موجودا داخل الوطن الحبيب. أيضا وضع خارطة لبعض المحاضرات والندوات التي تكافح هذا الإرهاب وهذا التطرف بجميع أشكاله وأنواعه، وأيضا عمل تحصين للمجتمع ولأفراد المجتمع من هذا الفكر لكي لا يتسرب إلى أبنائنا وشبابنا. أيضا المحور الآخر المحور التعبوي، وهو الذي يهتم بجانب التعبئة والشد من أزر شبابنا المقاتلين في الجبهات وتثبيتهم وزيارات الميدانية لهم بين الفينة والأخرى لتثبيتهم وأنهم على حق، أن هذه فئة باغية يجب محاربتها وقتالها، وأنكم على حق، ومحاولة تثبيتهم وتشجيعهم وأشد من أزرهم. أما الجانب المحور الثالث وهو دعم الجبهات، فهذا المحور كما هو معروف عملت صناديق وفتح رقم حساب بمصرف الجمهورية، وهذا الرقم يمكن لأي شخص أن يودع فيه ما تجود به نفسه من المال في جميع أنحاء ليبيا في أي مدينة من المدن، وهذا من بارك الله في مصرف الجمهورية سهل لنا هذه الخدمة، وحاولنا بقدر المستطاع وضع أرقام هواتف لعديد من المدن ووضع مندوبين سواء كان في زليتن، الخمس، مسلاتة، طرابلس، غريان، سبحة، الجفرة، الزاوية، فهذه المناطق حاولنا أن نجعل لها مندوبين لكي يتسنى لمن يرغب للمساهمة في هذه الحملة، حملة جاهد لمحاربة التطرف والإرهاب، فيمكن الاتصال بهؤلاء المندوبين وعبر الأرقام الموجودة. أيضا أريد أن أنوه أو أذكر بأن مقر الحملة الرئيسي هو في مكتب أوقاف مصراتة، وعمل فرع في مدينة طرابلس، وانطلقت الحملة في مدينة طرابلس مع بداية شهر رمضان المبارك، وهناك مقر أيضا فرع للحملة في مدينة طرابلس. أيضا داعمة للجبهات، لا يقتصر هذا الدعم على جمع الأموال فقط، وإنما الحملة تستقبل جميع التبرعات التي يمكن المساهمة بها في الجبهات ويحتاجها الثوار والمجاهدين والمقاتلين في الجبهات، سواء كانت هذه التبرعات عينية أو مادية، وأقصد بالعينية مهما كان شكلها سواء مأكولات أو مشروبات أو أي أغطية أو ملابس أو نحو ذلك. فجميع هذه التبرعات تقبل، لا نحن لا نشترط أن تكون هذه التبرعات مالية أو نقدية نظرا لنقص السيولة ولصعوبة الحصول على السيولة، وهذا واضح للجميع. أيضا هناك أريد أن أنبه إلى أن هذه الحملة لمن يرغب التبرع فيها، التبرع في هذه الحملة والمشاركة معنا في هذه الحملة،
أننا لا نشترط أن يكون هناك نقد، وإنما حتى صكوك تقبل. ولله الحمد بارك الله في من هم مشرفين على المراكز. على هناك يعني إجراءات كثيرة مسهلة لمن يريد التبرع لهذه الحملة. سوف نستمر معك سيد غليو، خصوصا لسيما في يعني المحور التوعوي، ولكن ننتقل إلى السيد أسامة المقدمي، وأنت كنت يعني في الفريق الميداني لحملة جهد. يعني كيف استطاعت أو هل استطاعت الحملة تغطية عدد كبير من احتياجات ربما المقاتلين في جبهات القتال؟ بارك الله فيك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نشكر قناة النبع على وجودهم ميدانيا في 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 جبهة سرت. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، وتحت هذه المساحة يعني لفريق العمل حملة جهد. حملة جهد أعتقد أنها نجحت في تلبية ما أمكن يعني من وتحقيق أهدافها، يعني زي ما تفضل الشيخ محمد غليو، فيما يخص الجانب التوعوي والجانب التعبوي ودعم الجبهات. التعبوي مثلا تشرفت أني جيت مع الشيخ رياض الساكي، هو ابنه الشيخ رياض الساكي، اللي لم يعرفش رياض الساكي في مركز في هيئة عفوا في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية طرابلس. جاء هو ابنه، جبنه بسلمة للجبهة باش يحارب، وهو مشيت أنا وياه، صلى بصلاة المغرب، فطر وصلى بالمجاهدين الثوار والمدنيين والجيش في الصفوف الأمامية في الجبهة، وبعد الصلاة قام بكلمة وعظ للشباب، يعني ينبه فينا جميعا بشرعية القتال ضد الفكر التطرف وأهميته، وذكرنا بالفضائل الجهاد والرباط والصيام والقيام وإلى آخره. بعدين سلم ابنه للجبهة ووصاه يعني بالالتزام بالجبهة. كذلك في الجانب الإغاثي أو جانب التمويل الغذائي، ومن غذاء وكساء للشباب لعند اليوم. يعني كان معنا في الواقع مثال آخر للعلماء والمشايخ العاملين، كان معنا الشيخ محمد، الشيخ محمد بن غزي من مصراته، اللي هو خطب الجمعة كذلك داخل سرت في ضواحي سرت، خطب بنا صلاة خطبة الجمعة وصلى بنا، وأبى إلا أن يشارك معنا في تجهيز الوجبات للثوار. فنعم، فإجابة قصيرة لسؤالك، نجحنا فيه إن شاء الله يعني، وبدعاء وبدعم أهل الخير والإحسان إن شاء الله نستمر يعني إن شاء الله. نعم، نعود للسيد محمد غليو. يعني أنت ذكرت أن من أحد المحاور هو المحور التوعوي، وهو ربما جانب كبير جدا يشمل التحصين الفكري والعديد من الأشياء. ما الذي تقومون به من نشاطات في هذا الجانب، يعني باستثناء طبعا المطويات ومن هذا النوع، ما الذي تقومون به لتوعية الناس ولا سيما شريحة الشباب ضد التطرف والغلو ربما؟ أخي الكريم، نحن حاولنا بقدر المستطاع منذ فترة قبل أن تنطلق هذه الحملة، ولا زلنا ولله الحمد باستثناء مطويات، قد عملت مطوية في الحقيقة هي، ولكن ما نريد أن أذكر به أن عملنا أكثر من حلقة في قنوات محلية موجودة داخل المدينة، وهذا ما أتيح إلينا بمجموعة من المشايخ الأفاضل لتوضيح أن للناس مخطر هذا الفكر وهذا التطرف. عملت العديد من الحلقات بالتحديد في قناة مصراتة بارك الله فيها 99 المسموعة، وأيضا الفضائية وراديو الثقافة وراديو المدينة وإذاعة الهدى وغيرها. وإلى اليوم أذكر أن بعض من المشايخ قد كانوا في ضيافتكم اليوم في حلقة وتغطية للتعريف بهذا الفكر الخطير أو المنهج المنحرف الخطير الذي يمثل خطر كبير على الأمة الإسلامية أجمع، وعلى ليبيا، وعلى الدين، وعلى العرض، وعلى الوطن. أيضا بالإضافة كما ذكر زميلنا الأستاذ أسامة بارك الله فيه، قد صليت الجمعة للجمعة الثالثة أن يقوم الشيخ محمود عبد الله بن غزي جزاه الله خيرا من أحد الخطباء في بأن يخطب الجمعة في مع الثوار، ويحاول بقدر المستطاع أن يوصل رسالة للشباب بأننا نحن معكم وموجودون في ساحات القتال، ويشد من أزرهم. أيضا في مكتب أوقاف مصراتة قد عملت العديد من الخطب المتتالية،
وتوزع هذه الخطب على المشايخ الذين يخطبون في المنابر لإيصال ما يمكن إيصاله لجميع أفراد المجتمع. هل هناك ربما تنظيم على يعني تنظيم مع المكاتب الأخرى في المدن الأخرى في خصوصا في الجانب التوعوي وتواصل أيضا؟ أيضا نعم، تم التواصل مع رئيس أو مدير إدارة الشؤون الثقافية والدعوية بالهيئة العامة للأوقاف الشيخ رياض صاكي. نعم. وقد عمل تعميم على جميع المكاتب التابعة للهيئة بأن يتناولوا هذا الموضوع في جميع خطب الجمعة، وأن وحددت له العديد من المحاور ووزعت العديد من الخطب، تم تعميمها حتى خارج مدينة مصراتة لكي يمكن إيصال مخاطر هذا الفكر وهذا المنهج المنحرف، ومحاولة قدر الاستطاعة الوصول إلى مجتمع مسلم ذو منهج معتدل وسطي لا إفراط ولا تفريط فيه. نعم، نعود إلى السيد أسامة المقدمي. يعني سيد أسامة، لو تحكي لنا يعني طريقة أو رحلة تقديم أو نقل المعونات للثوار والمقاتلون في خصوصا في الخطوط الأمامية للقتال. بارك الله فيك. فنعم، نحن عندنا مقر لحمل الجاهد في مدينة سرت في بوابة 30، تجمع فيها بشكل يومي تمويل بفضل أهل الخير والإحسان من غذاء وكساء، وتوزع هذا التمويل يوزع بطريقتين، الكتائب الثوار والجيش يجوا يعني يستلموا مننا الوجبات والغذاء الجاهز، وكذلك نقوم بنقل هذا الوجبات إلى الجبهات، يعني إلى خطوط الأمامية للمعارك يعني. نعم. هل هناك صعوبات تواجهكم ربما لإيصال كل ما يحتاجه المقاتلون في الخطوط الأمامية للقتال؟ نعم، بارك الله فيك. يعني هذه فرصة ربما تسمح لي يعني أن يعني رسالة ربما لأهل الخير والإحسان أن لا يدخلوا ولو حتى بدينار في هذا الشأن. إن فاتهم الجهاد بالنفس فلا يفوتهم الجهاد بالمال، أن يعني يتبرعوا، وهذه يعني هذه أسواق يعني الخير فتحت في هذا الشهر المبارك، أن يبادروا ويعني يتبرعوا بما جادت بهم أنفسهم، وهذا خير لهم. فما زال محتاجين للدعم من تمويل، من غذاء، من دواء داخل مصراتة. يعني أنت ربما تقاريركم تشير إلى الاحتياج الكبير للأدوية والمعدات ما يخص الجرحى يعني. نعم، فما زال محتاجين. نعم، بارك الله فيك. طيب، مستمرون معكم السيد غليو والسيد أسامة المقدمي، ولكن مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، نطل عليكم اليوم من مدينة مصراتة. لازال معنا ضيفنا السيد محمد غليو المدير التنفيذي لحملة جاهد، وأيضا السيد أسامة المقدمي عضو في الفريق الميداني لحملة جاهد وعضو مركز إحسان. نعود للحديث سيد غليو، نريد الحديث يعني عن ما الذي تم إنجازه من قبل هذه الحملة حتى الآن. هناك أنباء تقول أنكم ساهمتم أو ساعدتم القوات العسكرية في عمليات التمشيط، وأيضا ساعدتم ربما بعض الجرحى، ما الذي تم تقديمه حتى الآن؟ في الحقيقة الجانب الرئيسي وقد أشار إليه الأستاذ أسامة قبل هذا الفاصل، أنه قد ساهمنا في العديد من الجوانب، وعلى رأسها هي المساهمة في الجانب الإغاثي أو الأكل والمشروبات، وهذا يوميا تخرج سيارات، عدد 3 سيارات إلى الموقع الذي ذكره الأستاذ أسامة في 30 منطقة 30 بمدينة سرت، وتوزع أيضا العصائر والمشروبات والمياه والثلج،
وأيضا الوجبات الجاهزة وخاصة في شهر رمضان. وذلك لا ننسى ولا يفوتني الشكر لجميع الجمعيات الخيرية التي قد ساهمت معنا ولا زالت مساهمة معنا في تجهيز الوجبات الجاهزة لثوارنا في خط النار، وذلك بالتنسيق معنا في حملة جاهز. أيضا تمت وهذا البرنامج مازال مستمر بحول الله وقوته إلى أن تنتهي هذه المعركة بحول الله. أيضا ساهمت الحملة في دعم بعض الكتائب ببعض الاحتياجات، الكتائب الثوار التي تحتاجها من أغطية ومن مفروشات وبعض الأشياء التي هم بحاجة إليها، بقدر المستطاع وبقدر المتاح لجهودنا المتواضعة وما يمكن أن ندعمه إليهم، فحاولنا بقدر المستطاع توفير بعض الاحتياجات التي كالأغطية والملابس والمفروشات وغيرها. أيضا ساهمت الحملة في ثلاث شحنات بالتحديد إلى مستشفى الميداني لشراء بعض الأدوية وبعض الأجهزة، وكان ذلك بطلبية قد وجهت إلى الحملة وقمنا بشرائها وتسليمها بشكل رسمي لمن هم مسؤولون في المستشفى الميداني. أيضا توجه إلينا طلب من الفريق الهندسة العسكرية باحتياجهم إلى سيارة، وقد تم شرائها من الأموال التي تم التبرع بها لحملة جاهد وتسليمها للفريق الهندسة العسكرية، وبالتحديد عن للأستاذ الأفندي العقيد سالم أبو راوي بشكل رسمي ومثبت. أيضا ما أريد أن أشير إليه وأذكر به في أن الحملة لعل البعض يتساءل كيف يتم هذا الإجراء، أريد أن أذكر أننا نحن هناك مجلس إدارة للحملة وهناك فريق ومدير تنفيذي وهناك لجان مشكلة تشتغل كل حسب الاختصاص، وأيضا أن هناك رجل مختص بالمشتريات والأمور المالية مضبوطة ولله الحمد، هناك مراقب مالي يقوم بمراقبة هذه العملية وأيضا مسؤول مالي، ولكي يتم العملية بسلاسة ووضوح وشفافية كاملة لكي لا يحدث خلط أو لبس عند البعض، فنقول لهم اطمئنوا ولله الحمد الأمور كلها مسجلة موثقة بشكل رسمي تحت إشراف ناس ذو اختصاص ومهنية في هذا المجال لهم خبرة في العمل الإداري والمالي بإذن الله تعالى. نعم، نعود للسيد أسامة، يعني بخصوص المناطق التي تم تحريرها مؤخرا وعادت إليها العائلات النازحة، هل ربما على التواصل مع هذه العائلات أو هل تقدمون ربما مساعدات من هذا النوع للعائلات النازحة أو التي عادت مؤخرا إلى مدنها ومناطقها؟ والله في الحقيقة يعني هو الهدف الأساسي من حملة جاهد زي ما تفضل الشيخ محمد بارك الله فيه هو دعم الجبهات، فبالأولوية هي دعم الجبهات زي ما حكيت من بكري يعني ندمجها، ولكن يعني ربما لو زادت الحاجة ويعني بنقدر نوفرها للعائلات ربما يكون في تنسيق يعني، ولكن لا الأساس هو لدعم الجبهات. أعتقد أن في جمعيات أخرى ربما زي الهلال الأحمر زي غيرهم يعني مهتمين بالأشياء. طيب يعني العائلات النازحة وهو مهم جدا حتى هي يعني العائلات النازحة بحكم أنك يعني تتواجد عادة وتكون بشكل مستمر في محاور القتال، ما الذي تشاهده عادة؟ ما الذي يلفت انتباهك؟ يعني كيف رأيت ربما تلاحم بعض أبناء المدن مع بعضهم في القتال ضد هذا التنظيم تنظيم الدولة؟ والله يا أخي يعني عدنان يعني ممكن في آية كريمة يعني ممكن نقرأها يعني تمثلت امامي في 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 خلال ثلاث ايام هذه اللي تشرفت فيها في لقاء مع الاسود من ثوار ليبيا. يعني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا. وهذا تمثل أمامنا يا أستاذ عدنان بدون مبالغة، يعني رأيت خلال ثلاثة أيام افطرت وبت معهم الشباب من مختلف مدن ليبيا، يعني من نالوت تعالى جاي لتاجورة لطرابلس هذا غير شفته منين، يعني نتكلم على نالوت تاجورة زليطن وباري بنغازي شفنا شباب بنغازي معنا، فالمختلف كانت يعني أجواء روحانية وأجواء أخوية يعني تآخى فيها الناس وكلهم هدفهم واحد حب الوطن حب الدين. نعم.
ومحاربة التطرف. نعم. طيب سيد أسامة، يعني بشكل مختصر فقط لضيق الوقت، كان لديك رسائل أو أي كلمة تريد توجيهها؟ بارك الله فيك. والله يعني في طريقي مسرت إلى مصلاة قاعدت نفكر شنو ممكن يكون في من رسائل، فربما هما أربع رسائل بسيطة. يعني أولا للساسة، يعني نوصيهم بتقوى الله، اتقوا الله في تضحيات شبابنا، أن يعني ينقذوا الوطن ويتحدوا وينبذوا الخلاف ويعني ونبدأ في مسيرة البناء. رسالة الثانية إلى أهالينا في جميع مدن ليبيا، يعني أرجوكم نحن محتاجين لأهم سلاح وهو الدعاء. يعني فنسألكم أن في هذا الشهر العظيم في قيامكم في خلال صيامكم تدعوا لهؤلاء الشباب الطيبين المجاهدين أن ربي يفتح عليهم ينصرهم ويحفظهم. الرسالة الثالثة ربما تكون لأهل البر والإحسان، يعني إن فاتكم زي ما قلت إن فاتكم الجهاد بالنفس في ساحات الجهاد فلا يفوتكم الجهاد بالمال. قال الله تعالى دائما في آيات القرآن وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، فربما هذه الرسائل الأساسية يعني. نعم. ننتقل في كلمة أخيرة للسيد محمد غليو، إن كانت لديك أي كلمة أخيرة تحب توجيهها في هذه الليلة. الكلمة الأخيرة التي أريد أن أختم بها هذه المساحة التي أتيحت للتعريف بحملة جهاد لمحاربة التطرف والإرهاب. نعم. نريد أن أقول أننا نتمنى من جميع المستمعين في ربوع ليبيا المساهمة معنا والمشاركة معنا في هذه الحملة لمحاربة التطرف بجميع أشكاله وأنواعه. ولله الحمد أريد أن أشير إشارة وقد نسيت أن أقولها في البداية، وهو أن هذه الحملة قد ساهم معنا الحقيقة العديد من خارج المدينة وجزاهم الله خيرا، نسأل الله أن يتقبل منهم. كما أشار أخي أسامة من أحد الرسائل التي أريد أن أذكر بها هو الإنفاق بالمال، من حبسه العذر على الجهاد فنقول له باب الجهاد مفتوح وواسع، فليس الجهاد بالنفس فقط ولا بالسلاح، وإنما اخترنا هذا الاسم كلمة جاهد لشعار لهذه الحملة، إنما الجهاد لا يقتصر على الجهاد بالنفس والسلاح، وإنما يقتصر أيضا يصل إلى الكلمة بالمال ولو بشق ثمرة بالمعونة بالدعاء، فهذه جوانب عديدة للجهاد، فلا تحرموا أنفسكم من هذا الأجر والثواب. سائلين الله سبحانه وتعالى أن يعجل بالنصر وأن يشفي الجرحى والمرضى وأن يكتب في الشهداء القتلى سبحانه وتعالى. نعم بإذن الله. شكرا جزيلا لك السيد محمد غليو المدير التنفيذي لحملة جهد، وأيضا نشكر السيد أسامة المقدمي عضو في الفريق الميداني لحملة جهد وعضو مركز إحسان، شكرا جزيلا لكما ضيفانا الكريمين. مشاهدينا الكرام مستمرون معكم في هذه التغطية، لكن نعود إلى استوديوهاتنا في طرابلس مع الزميل علي. شكرا لك زميلي عدنان. مستمرون معكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية التي فردناها الحديث عن الأوضاع والتطورات الحاصلة في مدينة سرت، ونجدد الترحيب بزميلي صفوان أبو سهمان الصحفي بغرفة أخبار النبأ معي هنا في الاستوديو. صفوان، قبل قليل تحدثنا عن الأوضاع داخل مدينة سرت، كيف تبدو الأوضاع حول المدينة في ضواحي المدينة؟ نعم بالفعل وضحنا الأوضاع ربما داخل المدينة، لكن الآن سنوضح على الخريطة يعني أماكن السيطرة وأماكن تقدم قوات عمليات البنيان المرصوص حول المدينة، يعني وفي الجهة الشرقية وفي الغربية. هنا بالتحديد تقع قاعدة القرضابية جنوب المدينة ومنطقة قصر أبو هادي، هذه منطقة بالكامل أصبحت تحت سيطرة قوات عملية البنيان المرصوص. اليوم تم الإعلان على السيطرة على الميناء، الميناء تم إحكام السيطرة عليه وتم فتح الطريق التي تؤدي إلى هراوة. هراوة تبعد 40 كيلومترا عن مدينة سرت. أيضا تم الإعلان عن السيطرة على يعني مدينة هراوة من قبل قوات عمليات البنيان المرصوص. إذا نحن الآن نتحدث عن كل هذه المنطقة أصبحت تحت قبضة قوات عمليات البنيان المرصوص. هنا تقع جزيرة الزعفران التي تم السيطرة عليها من قبل قوات عمليات البنيان المرصوص. هنا يقع مسجد الثلاثين التي تم به صلاة الجمعة اليوم وهو غرب المدينة، وكل هذه الطريق هذا القوس تم السيطرة عليه من قبل قوات عمليات البنيان المرصوص. هنا يقع بالتحديد كوبري أو كوبري الغربيات الذي تم السيطرة عليه من قبل قوات عمليات البنيان المرصوص. ويمكن القول إذن بأن المنطقة التي ما زالت تحت سيطرة يعني
تنظيم الدولة هذه المنطقة فقط وعمليات اشتباكات تدور مع يعني معهم بشكل مكثف مع قصف طائرات. نعم. شكرا لك الزميل صفوان على هذه الحصيلة لمجريات الأحداث وتطورات اليوم في مدينة سرت، كنت معي هنا في الاستوديو. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، ننتقل الآن إلى مصراتة مع موفد النبأ هناك، الزميل مصطفى الكبير داخل شوارع مدينة مصراتة. مصطفى، كيف تبدو الأوضاع الآن في المدينة؟ أرحب بك علي، كذلك أرحب بالسادة المشاهدين. أنا الآن في شارع طرابلس، الشارع الأكثر حيوية في مدينة مصراتة، وعن يميني بالتأكيد شارع بنغازي، وأمامي شارع البلدية. المدينة تعيش أجواء رمضانية جد إيجابية حقيقة، هناك تفاعل كبير مع الشارع المصراتي هنا بالذات، يعني هنا حياة طبيعية جدا. الجاليات أيضا الغير العربية موجودة هنا أو الغير ليبية موجودة هنا وتتواجد بشكل إيجابي هنا. المقاهي ملأة حتى وقت متأخر من الليل، المساجد كذلك، أصوات تكبير تعالى. المدينة تعيش دعني أقول نوع من الاستقرار الجيد حقيقة في هذه الأيام. هناك تنظيم ميداني جيد جدا حقيقة، هناك تواجد جيد لشرطة المرور، هناك تواجد جيد أيضا للشرطة العسكرية وكذلك الكتائب الأمنية. أعتقد أن المدينة تعيش في واقع أمني جيد، مع أنها يعني أبنائها وكثير من أبناء الليبيين يخوضون على مشاريفها معارك حربية طاحنة ضد تنظيم ما يسمى تنظيم الدولة. سأحاول حقيقة علي إن استطعت أن أخذ بعض التصريحات من بعض المارة هنا، إما عن طريق السيارة أو عن طريق المشاة. ننتقل إلى بعض المارة إن أمكن ذلك زميل المصور، وإن كان الأمر بعض الشيء صعب لكن سنحاول حقيقة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. الحمد لله. يعني كيف تتابع أنت في مدينة مصراتة يعني هذه الأيام المعارك الجارية في سرت، ما هي انطباعاتكم عن هذه المعارك وكيف تجري يعني؟ والله في البداية بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، نترحم على الشهداء اللي قدموا أنفسهم في سبيل الله وفي سبيل الوطن. والله بالنسبة للمعارك اللي صايرة هذه بصراحة يعني هو واجعينا صراحة شبابنا وكذا وشيء، لكن نتفعلوا خير إن شاء الله بإذن الله وربي يرحمهم. يعني مش أجواء المدينة هذه الأيام يبدو أن هناك حيوية جيدة، يعني كيف تصل إلى أجواء المدينة؟ نحن في نقل مباشر الآن والناس تسأل يعني ما هي أجواء مدينة مصراتة في الليل أو في النهار؟ يعني والله الأجواء ما شاء الله تبارك الله تشبح فيهم، والكاميرا كده تصور في الأجواء، يعني ما فيش شيء مخفي، يعني كل شيء الأمور تمام إن شاء الله، الحمد لله يعني جميعا إن شاء الله. سنحاول أيضا أخذ بعض المشاهدين أو السلام عليكم. طيب لو في الإمكان يعني، طبعا هناك من لا يستطيع أن يخرج للشاشة لكن سنحاول لو أمكن ذلك. السلام عليكم. مرحبتين. طبعا نحن في نقل مباشر الآن. وصفك أو ما انطباعك عما يجري في مدينة سرت وانعكاس داخل مدينة مصراتة؟ والله احنا متفائلين خير إن شاء الله، والوضع مية مية الحمد لله. رسالة اللي تحب توصلها للناس خارج مصراتة؟ والله نقول لهم إنهم يتحدوا مع بعضهم ويساندوا مصراتة من أجل محاربة التنظيم. شكرا جزيلا لك. إذن علي كما تشاهد يعني هناك انطباع إيجابية حقيقة عما يجري في مشارف مدينة مصراتة وبعد دخول الثوار حقيقة مدينة سرت، وهناك انطباع جيد حقيقة لما يجري هناك علي. سنحاول أيضا إجراء بعض المقابلات، نحن في طريق يعني على الأقل السرعة فيه تتفاوت علي. سنحاول إجراء بعض اللقاءات. يبدو أن هناك رجل أمن. نعم. السلام عليكم. نعم ورحمة الله. كيف تتابع يعني مجريات أحداث اللي تحدث في مدينة سرت؟ والله نتابعها ما الرسالة اللي تحب توصلها للثوار في سرت؟ والله نوصلهم بالدعوة، صار يا رب ينصرهم. بارك الله فيك. طيب لعلنا نحاول أخذ بعض الأخوة الآخرين. طيب السلام عليكم. انطباعاتكم حول ما يجري في مدينة سرت؟ هذه مدينة الوجود،
شهداء وفرحة ما شاء الله. والله جاءت في حياة طبيعية في مدينة البصرات مع أن المعارك على تخم مدينتها، يعني كيف تشهد ذلك؟ 100% الحياة طبيعية 100%، والشباب مرابطين ما شاء الله ربي. والنادى ما شاء الله، الله أكبر، في كل مكان موجودين ما شاء الله، الله أكبر. رسالتك لأهالي ليبيا خارج مدينة البصرات؟ والله نقول لهم أن يوحدوا الصف ويلتحموا يد واحدة، ولا شرقية ولا غربية، ليبيا واحدة وطنية، ما فيش فرق، كلنا نلتحموا ويد واحدة. والله أكبر. إذا علي، هذه انطباعات حقيقية لما نشاهده في مدينة مصراتة. من الصعب حقيقة استيقاف كثير من السيارات هنا، ولكن هذه جملة من المشاهد التي شاهدناها علي حقيقة خلال اليومين الماضيين. هناك انضباط كبير للسكان حقيقة، وهناك يعني تفاعل كبير مع الثوار خارج المدينة، هناك أيضا انضباط أمني كبير لاحظناه، وهناك انضباط عسكري جيد في هذه المدينة، وهناك تعاون كبير حقيقة علي من بين المواطنين مع الجهات الأمنية. مصطفى، يبدو أن هناك رجل أمن يقف خلفك، هل تستطيع إجراء لقاء معه للحديث أكثر عن الأوضاع الأمنية داخل المدينة؟ أنا سأحاول حقيقة، أنا عرضت عليه في البداية، لكن يبدو أنك تريد أن يبدو أنه متحفز للخروج يعني معنا الآن. هو متحفظ كذلك بالضبط، هي الفكرة ما ذكرت عليه. رجال الأمن هنا لا يريدون الخروج ذار على أقل أعمالهم، لكن عموما هذه الأمانة ننقلها، هناك تعاون كبير معهم، استيقافهم من السيارات، وقوفهم معنا أمامنا وخلفنا، يعني البارحة أيضا شاهدنا منهم موقف طيب جدا، وصلونا لأماكن عامة. فبالفعل يعني هناك انضباط كما ذكرت لك، مشاهد انضباط كثير وتعاون كبير حقيقة بين السكان وبين الجهات الأمنية في مدينة مصراتة علي. نعم، وهناك ربما مصطفى تبديل بين الشباب، هنالك من يذهب إلى جبهة ثم تأتي مجموعة وتذهب مجموعة أخرى لأجبها، مجموعة تأتي إلى مصراتة، وهكذا يعني، أليس كذلك؟ يعني هناك تداول واضح كبير، هناك اكتساب للأجر واكتساب للعمل حقيقة، يعني من نشاهده اليوم لن نشاهده غدا، لم نشاهده بطبيعة الحال أمس لما تسأل عنه يقول لك أنه هو في الجبهة، وبالتالي يعني هناك تداول لهذا الأمر، لا يوجد فراغ أمني أبدا داخل المدينة، هناك انضباط كبير، هناك نظافة كبيرة، يعني الذي شاهدناه في هذا اليومين مدينة مصراتة تمتاز بالنظافة العالية حقيقة، وهذا أمر. لعلي هنا أجري لقاء مع أحد سكان هذه المدينة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعني كيف تتابع أحداث ما يجري في سرت؟ والله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، الفضل لله أولا وللثوار والشباب اللي قايمين بالواجب. بالله لما تزور الجبهة أنا والحمد لله الفضل لله أنا عضو في جمعية الشهيد حسام للأعمال الخيرية، أتردد على الجبهة باستمرار، والله يتدافعون على الجبهة الأمامية، سبحان الله سبحان الله، شباب النصر من عند الله، والله النصر من عند الله، قسما بالله الشباب غيرة على الوطن وغيرة على الدين وغيرة على الشرف وغيرة، سبحان الله. ما هذا في الجبهة، لكن أنا أحدثك من مدينة مصراتة، وشاهد انضباط أمني كبير وتفاهم كبير بين الناس وبين الجهات الأمنية، ما سبب هذا الانضباط وهذا الهدوء في داخل المدينة؟ والله يا أخوي مصراتة هي باعتبارها بطبيعة أهلها مدينة، يعني تعرف أنت سكان المدينة مدنيون بطبعهم، يحبون القانون ويحبون الأمور تصير بانتظام. احنا شاهدنا أيام الثورة كانت الأمور بدون أمن وبدون شيء، كل اللسان الأمور تسير الآن. أنت لو تشاهد في 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 إشارة ضوئية غدا أو بعد الغد، حتى لو الإشارة الضوئية تعطل، كل الناس ملتزمين، كل يقوموا بدوره إلا الشواذ لا أتكلم عليهم، ولكن عامة البشر بصراحة الحمد لله والفضل لله منظمين، والنظام هو أساس الحياة، ومصراتة مدينتي وأعتز بها، ولكن أنا أعتبرها قدوة بصراحة في المدن، في النظام، في شرطتها، في جيشها، في شعبها، في مثقفيها، في شبابها، كل شيء الفضل لله. يعني الرسالة تحب توجهها من مدينة مصراتة لأهلك والأهالي في ليبيا عموما؟ يعني والله إلى جميع الليبيين أقول لهم تكاتفوا مع مصراتة، وهي الحمد لله مصراتة ما هيش بروحها، ولكن يجب التكاتف، يعني ما نشاهده الآن مقاهي طرابلس ومقاهي المدن الأخرى مليانة، والشباب شباب مصراتة تموت اليوم 12 شهيد وامس 3 شهداء، والمدة الماضية 27 شهيد، مصراتة قدمت لا يقل عن 130 أو 140 شهيد، في حين المدن الأخرى قدمت 3 أو 4 أو 5 شهداء، يعني النسبة المئوية لا تقارن. لماذا المدن الأخرى لا تقف؟ داعش راهي عدو ليبيا كلها، مش عدو مصراتة، داعش هي عدو ليبيا، مش عدو مصراتة، ولهذا على جميع المدن الليبية أن تقف مع مصراتة في حرب داعش وفي بناء الدولة وفي مساندة إذا كان في حكومة قادمة وفي بناء النظام. شكرا. هذه عينة علي من العينات، وهذا شخص آخر من الأشخاص الذين يحبون يتحدثوا، لعلي هناك أيضا نجري لقاء آخر مع شباب هذه المدينة، يعني أنت أحد من شباب المدينة، نحن لا نجري لقاء مباشر عبر شاشة النبأ وعبر تغطية خاصة تقدمها النبأ لمدينة مصراتة وحدات الجارية، كيف تتابع أحداث مجريات معارك سرت داخل مدينة مصراتة؟ والحاج السلام عليكم، ترحم على روح الشهداء وإن شاء الله منصورين بإذن الله رب العالمين، وترحم على يسار من وقتي وبكم رزق عطية
وحسن الوكش ان شاء الله من شهداء يا رب العالمين. كيف تواكب الاحداث يعني كيف تشاهد المعارك هناك في مدينه سرت؟ طيب شو بنقول لك ان شاء الله منصرين وخلاص. اه الرساله اللي تحب توجهها لاهالي ليبيا ولاهالي مدينه مصراته من خلال هذه النافذه يعني. ان شاء الله يا ربي منصرين وان شاء الله دولنا بالتكبير بس. شكرا جزيلا لك. إذا هذه هي عينة أخرى حقيقة عالية ودعوات المشاهدين. هذا أيضا مواطن آخر من مواطني مدينة مصراتة يحب أن نستطلع معه آرائه. كيف ترى الأحداث الجارية في مدينة سرت؟ كيف تواكبونها أنتم من داخل مدينة مصراتة؟ والله أترحم على الشهداء وعودة المفقودين والشفاء للجرحى، ونبي نتكلم على حراير مصراتة أن هم يقوموا بال الأعداد الأفطار وأعداد المأكولات التوار في الجبات، وإن شاء الله يا ربي النصر قريب إن شاء الله هنا خلال ساعات إن شاء الله، وتكون إن شاء الله سرت محررة وإن شاء الله يتم شم الليبيين وإن شاء الله يكون الليبيين صف واحد وتفكوا من الدواعش هذوما اللي فسدوا البلاد ودمروا البلاد، وإن شاء الله ساعات إن شاء الله قريب إن شاء الله وتكون الأمور إن شاء الله 100% إن شاء الله. هناك انضباط أمني جيد في مدينة مصراتة، يعني البعض يسأل يعني ما سر هذا الانضباط الأمني داخل المدينة والتفاهم حقيقة بين المواطنين وبين الرجال الأمنية؟ والله التفاهم واضح بين رجال الأمن وبين المواطنين في مصراتة، والأمور معناتها ملصقة بين الناس وبين المواطنين وبالأمن ومصراتة، وماهيش قصدي ماهيش بعيد عليها قصدي البرنامج الأمن والبرنامج المواطنين والناس الواعية والناس المتفاهمة مع رجال الأمن، وإن شاء الله ربي يسهل الأمور وإن شاء الله النصر إن شاء الله بالعيد إن شاء الله عيد الفطر وعيد النصر إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. لعل الكاميرا تتجول عن اليمين وعن اليسار بعض الشيء، نلاحظ هنا مرور مجموعة السيارات، هنا أيضا لقاء آخر نجريه مع أحد المارة في شارع طرابلس، نسأل عن تفاعلكم أنتم كسكان مدينة مصراتة لما يجري في مدينة سرت والمعارك الجارية في مدينة سرت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، كل سنة الطيبين، تبارك الله ما شاء الله انتصارات في مدينة سرت وكل شيء تمام ومعنويات الشباب مرتفعة وكل شيء تمام إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله النصر قريب يعني بعون الله يعني. نفس السؤال أحب أن أسأل، يعني هناك انضباط واضح ووجود انضباط أمني جيد وهناك تفاهم بين المارة وبين رجال الأمن، كذلك وجود نظافة جيدة في شوارع مدينة مصراتة، سؤالي يعني ما سر هذا الأمر مع أن المعركة المدينة تشهد معارك في تخومها يعني؟ لا غريب على مدينة مصراتة، طبعا مدينة مصراتة في الماضي وفي الحاضر عندها تاريخ والنظافة والأمن مستتب وكل شيء تمام، والشباب غادي في الجبهة هم اللي يوصوا فينا قالوا لنا نبوا المدينة نظيفة ونبوا القهاوي مفتوحة والشباب الأمور تمام وكل شيء، والله هذه توصية من الشباب اللي في سرت يعني في الجبهة غادي رسالة قالوا لنا على أساس أن نبوا كل شيء تمام يعني في المدينة. شكرا جزيلا. شكرا موفقين إن شاء الله. إذن علي نلاحظ هناك تفاعل جيد حقيقة مع الناس في الشارع مع ما يجري هناك في شوارع مدينة أو في مدينة سرت. نعم. هناك انضباطية كما ذكرت وكرر هذه المسألة، هناك أيضا تفاهم كثير معنا نحن أيضا كوسيلة إعلام، يعني نشاهد تجاوب كبير من الناس معنا في من خلال طرح الأسئلة والإجابة عنها، من خلال أيضا معرفة وجوهنا، يعني حقيقة نشاهد الترحيب كبير بنا، وهذا يدل حقيقة يدل على يعني على ما تقدمه القناة ابتداء وكذلك ما يتواصل معنا الجمهور الطيب هنا في مدينة مصراتة. طيب خليك شوية يا حاج. شنو اسمك انت؟ عبد القادر. وانت؟ احمد. شو تبي تقول عبد القادر الليبيا؟ ينصر مصراتة. قول صبصاتة. الله يحفظك ان شاء الله. نجي لقاء مع والد طفلين، يعني المعارك التي تجري في مدينة سرت، ما هي اثار هذه المعارك عليكم انتم على اطفالكم كذلك على ما يجري في المدينة؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي ونسلم على سيدنا محمد. بالنسبة للأوضاع بالنسبة لمدينة مصراتة ما شاء الله يعني الحمد لله، وربي ينصر التوار وينصر أولادنا إن شاء الله في الجبهات. الرسالة تحب توصلها لأهل ليبيا كلها؟ والله يا ربي يحقن الدماء إن شاء الله وربي يهدي النفوس بإذن الله. نعم شكرا جزيلا. طيب إذا علي أعتقد أن فيما وردنا الكفاية حقيقة من شارع مدينة مصراتة، أحب أن أنوه فقط إلى التفاهم الكبير الحاصل بين إحنا كوسيلة إعلامية وبين رجال الأمن. نعم. حقيقة اللي سخروا لنا بكل أمانة يعني سبل الراحة لإيصال الصورة للجمهور جمهور النبأ. نعم شكرا جزيلا لك زميلي مصطفى الكبير، وشكر موصول أيضا ل كل من هو موجود الآن في مدينة مصراتة وسكان المدينة وأهلها لتسهيل التعامل مع قناة النبأ، وهذا ليس غريب على مدينة حضرية كمدينة مصراتة.
مشاهدينا الكرام، انتصارات سرت أحرجت حفتر الذي طال زمن حربه وتسببت في خسائر رصدتها منظمات إنسانية بالآلاف. حربا سرت وبنغازي مقارنة يقاربها هذا التقرير. الإجابة في ليبيا، فكما حملت سرت نهاية غير متوقعة لعقيد الأربعين عاما، هي اليوم تحرج عقيد الكرامة الذي امتطى تنظيم الدولة شعارا لحربه، ملقيا بدم كذب على عيني بنغازي. فعميت بصيرة البعض عن التثبت وقذفوا بنفر من أبنائهم في غيابات جب الحرب وأتونها، وسيمر وقت ربما حتى يكتشف أنصار الكرامة أن ما يعيشونه محرقة كانوا هم شهودها ووقودها وضحاياها. فبمقارنة رقمية بين حربي سرت وبنغازي أسقط في يد أنصار الأخيرة. سرت شهر وأسبوع، بنغازي سنتان ويزيد. سرت أكثر من 100 شهيد سقطوا كلهم من المقاتلين حسب مستشفى مصراتة. بنغازي تقول لجنة الصحة لبرلمان طبرق بأن الكرامة حصدت من الأرواح 9352 بين مدني ومقاتل، فهل يعترف عراب الكرامة بفشله؟ استمرار القتال والقصف لا يوحي بذلك. فيما يقول قراء المشهد أن حدود حفتر سياسية لا جغرافية، وبينما يقتلع منتشق القضية أشواك طريق يرونه جليا واضحا، مذ 2011 يتشبث مناصر الكرامة بكلمات تغازل خوفهم لإعلام يسيل لعابه ويتحضر ملاكموه لضربة تحت حزام الاتفاق وفوق سرة الجغرافيا. وتحت وقع صدمة سرعة تحرير سرت، يشكك بعض أولئك في جنسية المقاتلين ويلمز آخرون بأن المدينة سلمت تسليم اليد، بينما يزيل غبار معركة سرت غبار الغفلة عن عيون كثيرين. دارنا في صبراتا، وها هي سرت، دروس تأتي تباعا، معلنة أن غول تنظيم الدولة يتضاءل فقط حين يكون الهدف حربه ودحره. فسرت اليوم تغير حسب بعض المحللين قواعد اللعبة وتربك اللاعبين في الداخل والخارج. من فيهما الرمز؟ الساسة أم العسكر؟ إلى وقت قريب كان ذاك الجدل، وبدت تلك كل الخيارات المطروحة والمتاحة قبل أن تعلن فبراير أنها ما تزال متقدة وأن الإجابة مؤجلة ما دام. مشاهدينا الكرام، هذه تغطية لأحداث المجريات الحاصلة الآن في مدينة سرت متواصلة، ولكن فاصل ونواصل، فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. أدى جمع من المصلين صلاة الجمعة بمسجد زياد بن ثابت بمنطقة 30 في مدينة سرت. خطيب الجمعة محمود عبد الله بن غزي دعا المسلمين إلى الوحدة وتعزيز الصفوف والجهاد في سبيله لإعلاء كلمة الله، وإلى دعم المرابطين المجاهدين في ساحات الوغى لمحاربة أفراد التنظيم، كما أثنى الخطيب على ما حققته قوات عملية البنيان المرصوص. أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. نعود الآن مجددا مشاهدينا الكرام إلى مصراتة، حيث الزميل عدنان الدرويش. إليك عدنان. شكرا للزميل علي، أهلا وسهلا بكم مشاهدونا ومتابعينا الكرام. مرة أخرى نطل عليكم هنا في مدينة أو من مدينة مصراتة في هذا الجزء
نستضيف السيد يوسف خشام أحد مثقفي وفناني مدينة مصراتة. بداية سيد خشام مساء الخير وأهلا بك. مساء النور، أهلا وسهلا بك، حللت أهلا ونزلت سهلا مرحبتين بقناة النبأ في مصراتة مدينة الجميع. شكرا لك سيد خشام. بداية لو تحدثنا كيف يرى اليوم المجتمع الليبي بشكل عام، يعني كيف يرى الحرب على تنظيم الدولة التي دائرة حاليا في مدينة سرت؟ هو تصحيحا ليست حرب على تنظيم الدولة، إنما هو ردا على الحرب شنها تنظيم الدولة. وتنظيم الدولة كما هو معروف بداعش المستوطن والمتمركز في مدينة سرت لا ينطلق من فراغ، إنما أنا متأكد بأنه فيه من يقف وراء تنظيم الدولة. أحب أن يكون اسمه تنظيم الدولة وليس تنظيم الدولة الإسلامية، لأن الإسلام منهم براء، والإسلام بريء من هذه النماذج. تنظيم الدولة تمركز في سرت ثم حاول أن يتمدد فاتجه بسوء حظه إلى مصراتة، وهو يعتقد أنها مدينة سهلة القياد وسهلة الاستساغة، لكنه وجد شعبا يقف في الأزمات وقفة رجل واحد. المجتمع الليبي في مصراتة مجتمع متكاتف، وربما تراه بعض الأحيان توجد ما بين قياداته وما بين ناسا بعض الخصومات، ولكنها تتوحد في الأزمات. مصراتة الآن جسد واحد، نساء ورجال وأطفال، كتلة واحدة تحارب الإرهاب. الإرهاب الدولي الذي عجزت عليه أو عجزت أمامه أقوى الدول العالمية وأعتاها، مصراتة تواجهه بإمكانيات بسيطة، ولكنها تواجهه بالله أكبر، تواجهه بوحدة الناس مع بعضهم، تواجهه بلمة الليبيين وتكاتفهم مع مدينة مصراتة. مصراتة لا تحارب وحدها، ولكنها مع مدن، مع الأحرار التي في المدن الأخرى المجاورة والبعيدة، التفوا حولها وانضموا إلى المجاهدين في مصراتة لمحاربة هذا التنظيم الحقير، التنظيم الخارج عن الإسلام والخارج عن الإنسانية. ذكرت يعني أن أيضا النساء تراصفوا مع الكل، والكل تراصف يعني بخصوص النساء ودور المرأة، كيف ترى ربما دور المرأة بالذات في مدينة مصراتة في المساعدة على هذه الحرب ودورها بشكل عام؟ المرأة في مصراتة يا سيدي ليست مرأة، ولكنها المرأة الرجل أو المرأة الفارس. شباب في الجبهات، ما سمعته أمس في إذاعة مصراتة FM من لقاءات للمرأة المصراتية وهي تقف وراء أبنائها وأولادها وتجرجحهم. هؤلاء الأولاد لا يمكن لهم أن ينهزموا أمام أي قوة، وهاته النساء أمهاتهم. أمس سمعت نساء مصراتيات عمرهن أكثر من 80 سنة يأتين إلى الجمعيات لتجهيز الفطور والأكل لأولادهم الذين في الجبهات، ويغنين ويكبرن. كيف يمكن لثائر ومجاهد أن يرجع لخفي حنين؟ كيف لا يكون منتصرا وهو ينطق بالله أكبر ويسمع في أمه وفي جتة تكبر في الراديو الله أكبر؟ أمهات فيه اللي دفن الثلاثة وجاية للجمعية تطيب في الفتات وتطيب في السفنز وتطيب في البكلاوة وتبعت في الأكل المجاهدين. أمهات لا توجد مرأة في مصراتها في بيتها، كلهن في الجمعيات، وكلهن يبعتن في الأكل ويبعتن في اللباس ويبعتن في التحايا ويبعتن في الشتكاء ويبعتن في التكبير لأولادهم في الجبهات. لا يمكن أولادهم أن يخذلوهم، لأنهم يعرفوا أن وراهم أمهات وراهم بنات يرفعن الرأس.
طيب سيد خشام، يعني إذا ما تحدثنا عن دور المثقف والفنان، ما الذي يمكن أن يقدمه في هذه المرحلة؟ المثقف، لو جينا للمثقف نعني به الكاتب والشاعر، هذا ما لا يوجد حول ولا قوة لهم إلا الأداء الفكري اللي هو إمداد أو مد المجاهدين الشباب بالشعر الذي يرفع معنوياتهم، بالكلمات التي تعبر عن الجهاد وتعبر عن اللحمة الوطنية. أعرف أناس من المثقفين في مصراتة ومن الأدباء ومن الشعراء يجاهدون في الجبهة، رموا القلم وابتشقوا السلاح ويجاهدوا في الجبهة. لو نحصر عدد المثقفين الموجودين في الجبهة نلقاهم أكثر من 10 أو 15% من الشباب، وكلهم إما مهندسين وأطباء وكتاب وشعراء ومطربين. زميلنا عبد الله برويس مصور وهو مطرب ومغني ومصور، وأصيب في الجبهة وبترت رجله. عبد الله برويس آخر واحد كنت نفكر إنه هو ممكن رجل رقيق، كنت نفكر إنه هو يمسك السلاح ويعدي للجبهة. عندنا وزراء توفوا ارتفعوا بالشهادة في الجبهة، عندنا محامين ارتفعوا في الشهادة في الجبهة، من جميع أطياف المجتمع موجودين في الجبهة. الشعراء اللي موجودين هنايا وأنا أحدهم، أعتقد أني أحدهم، لا أملك إلا الكتابة وإلا المهجاء وإلا الشد من عزائم شبابنا وأولادنا. عندي أولادي في الجبهة، أنا شخصيا جيراني كلهم في الجبهة أولادهم، ونجتمع ونهدرزوا، وحتى لما نسمع خبر واحد نباركوا لبعضنا، مبارك ابنك استشهد، ما نبكوش عليهم، ابنك استشهد مبارك الحمد لله، فلان استشهد الحمد لله رب العالمين. هذه الروح اللي تعم في مصراتة الآن، وهذه الروح اللي تعم في ليبيا الآن ضد الأوباش اللي اسمهم تنظيم الدولة أو غير تنظيم الدولة، المهم مرتدين عن ثورة فبراير. نعم. طيب سيد خشام، يعني إذا ما تحدثنا عن قوة يعني المثقف والكاتب والمصور والفنان، هل تعتقد أن له أو على عاتقه يعني عبء كبير جانب توعوي ربما؟ وكيف ترى يعني الأعمال التي ربما تكون سينمائية تؤثر وتوضح الصورة بشكل واضح يعني بخصوص هذه التنظيمات، وتوعي حتى الشباب بطريقة يعني حديثة ربما على شكل سينمائي أو شكل بالأشكال المختلفة الفنية المختلفة؟ نعم نعم نعم، لا شك أن أي ثورة، وثورة قوية وجدية مثل ثورة ليبيا، لابد أن يكون وراها مثقفون وأدباء وشعراء ليوثقوا هذه المرحلة، ليوثقوا جهاد هذا الشعب. للأسف، للأسف الشديد، مش حتى للأسف بس، إن الإعلام عندنا ضعيف جدا 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 جدا، ما وصلش إنه هو يوري الوجه المضيء لثورة 17 فبراير وللثوار. غلبت القنوات المضادة والمفتعلة، غلبت على الإعلام النقي الصافي، لأنه لا يوجد إنتاج الإعلام. أي إعلام يريد إنتاجا، الإنتاج معناه يكون فيه فلوس تدفع، لأن اللي بيشتغل في الإعلام هذا سواء كان بيكتب مسلسل ولا بيدير تمثيلية وإلا أغنية، لابد ما يكون هناك من يدفع فلوس، لأنه استديوهات تبي الأجار، المطربين يبوا المكافآت، العازفين لابد يبوا يأكلوا حتى هم بيكون فيه مكافآت لهم، التصوير لابد المصور أنه بيكون عند يجازى على تصويره، بيخشوا معارك بيصوروا بيتعرضوا للبرد للشمس، بحيث تبقى أعمالهم يعني في المستوى. طيب ما عندناش إنتاج، لأن وزاراتنا اللي تولت وزارة الثقافة وزارة الإعلام كلها وزارات ضعيفة، ولم يعطى السيف لباري أو القوس لباري، مش عارف هل هو جهل أو تجاهل أو قلة معرفة، لماذا لا تعطى وزارتي الثقافة والإعلام لناس يعرفوا قيمتهم ويعرفوا خطرهم، لأن الآن الحرب حرب إعلام وحرب ثقافة. طيب في هذه النقطة بالذات سيد يوسف، يعني
لا شك أن للإعلام قوة كبيرة، هل تعتقد أن هناك حرب إعلامية موازية للحرب على الأرض؟ وأيضا كيف تقرأ نقل وسائل الإعلام المختلفة المحلية والدولية والعربية لمجريات الأحداث في مدينة سرت والحرب على تنظيم الدولة؟ للأسف الشديد أقولها مرة ثانية بأن الإعلام الداخلي والخارجي ليسوا في مستوى الحرب الدائرة الآن ما بين الشباب في مصراتة والشباب المجاهدين في جميع أنحاء ليبيا ضد تنظيم الدولة. ليسوا في مستواها. المستوى الحرب والحدث أكبر من عقلياتهم، أكبر من مفاهيمهم، أكبر من قدراتهم على استيعاب ماذا يحدث الآن، لدرجة أن الإعلام المضاد يستغل في أتفه الأمور ويقول مثلا بكل بجاحة، سمحني في الكلمة هذه وصحة وجه سمحني في الكلمة هذه الثانية مرة، بأن الذين يحاربون في مصراتة هم إيطاليان هم إنجليز وهم أمريكان، ونسوا مئات الشهداء الذين ارتفعوا في الثلاث أسابيع، ونسوا مئات وعشرات الجرحى والمبتورين في هذه الحرب. لم يجرح إيطالي، لم يجرح إنجليزي، لم يجرح أمريكاني، لدرجة أنه اليوم أنا قرأت في مجلة أمريكية نيوزويك، وهي مجلة مشهورة جدا جدا، منبهرة والعالم كله منبهر بما قدمته مصراتة في هذه الحرب. عجزت أمريكا عن تقديمه في العراق وفي سوريا وفي اليمن بما تملك من قوات قدمتها مصراتة في ثلاث أسابيع مع مشجعيها ومع الأنقياء من المدن التالية. فإذا لم يكن الإعلام قوي، الآن معركة إعلام معروفة، إذا لم يكن الإعلام قوي فإن العالم يأخذ فكرة غير عادية عليك، وهو أنك يهودي كرمكم الله، أنك انكشاري، أنك أنت يعني صفات لا يرضاها الله لخلقه تطلق على المسلمين وعلى الليبيين وعلى المصارتة بالذات. هذا وظفها الإعلام الخارج، الإعلام المارق، وللأسف الشديد أنه بتمويل ليبي من الناس المرتدة، الناس اللي هم ما عندهمش وطنية ولا عندهم حب لهذا الوطن. نعم. طيب سيدي يوسف أخشام، نحن كنا هنا في تغطية لمدة يومين في مدينة مصراتة، اليوم ختامها مسك مع حضرتك سيد أخشام، نريد منك كلمة أخيرة. ذكرت أنك لا تستحضر ربما القصيدتين اللتين كتبتهما، لكن ربما في وقت لاحق نريد كلمة أخيرة توجهها بشكل عام، ويكون الختام هنا في هذه التغطية من مدينة مصراتة مع السيد يوسف أخشام. بارك الله فيك وشكرا على الكلمة الأخيرة ختامها مسك، وأرجو أن أكون مسك الختام. أنا كتبت بهذه المناسبة بعض الأبيات اللي هي أرجو أن تلاقي صدى عند الملحنين لكي يلحنوها، على الأقل يهدوها إلى المرأة المصرتية وماذا تعاني المرأة المصرتية. فقصيدة اسمها جابت سلمها جيابة، الحرة الغرة المصرتية الزينة المصوابة الوهابة جابت سلمها جيابة. هذا ما أتذكر من القصيدة. ولكن أشكرك عزيزي عدنان، وأشكر قناة النبا على إتاحة هذه الفرصة لي شخصيا كي أتحدث وبمنتهى الحرية والبساطة للناس في ليبيا وخارج ليبيا، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكلل أمورنا بالنجاح وبالتوفيق، وأن ينصر شبابنا ضد الدواعش وضد من يريد بهذا الوطن السوء. اللهم يا رب العالمين رد كيده إلى نحره، اللهم يا رب العالمين رد كيدهم إلى نحرهم، اللهم يا رب العالمين نصرك الذي وعد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم. نتابع مشاهدينا الكرام بعض المشاهد وصور مباشرة من هنا من مدينة مصرات. We'll be right back.
سلمها جيابة الصقر العصران المصوابة الحرة الغرة المصراتية الزينة الجوادة الوهابة جابت وتجيب وما زالت تنجب جيل وراها جيال صقورة ربتهم ما خابت شواهين عوالي لجبال ليهم جولة إن كان هي جالت بركان تفجر سيال ليهم صولة إن كان هي صالت زلزال يتابع زلزال ليوت نوت عالصيدة صارت زئرت بان اللي سقال وثبتها وما هابت جابت أجل دني بطال وهديم ضناها يا عابد وهديم أولاد الأبطال ما فيهم رعديد وساكت ورا بابا مسكر الأقفال راضي يعيش حياة مخابت على راسه يدوسوا لنذال هديم اللي ربتهم عانت وصهرت ليل تعد رجال ما عرفوها مهما كانت الصعبة ولا قولت محال حب الوطن معاهم ثابت ليبيا أبو نجمة وهلال فداها الروح عليهم هانت وما يرضوا عيشة لذلال وهذه مصراتة يا سادة وهذه المصرتية فيها ليها العزة والسيادة وما يحلى القول إلا ليها وجبتيهم سلمك جيابة يا مصوابة يا وهابة يا غلابة عليك العز مشرع بابا وجابت سلمها جيابة الصقرة العصرانة المصوابة الحرة الغرة المصرتية الزينة الجوادة الوهابة وجابت. شكرا جزيلا لك سيد يوسف خشيم أحد مثقفي وفناني مدينة مصراتة ختامها مسك مع هذه الكلمات الطيبة وهذه الأشعار نشكرك جزيل الشكر. مشاهدينا الكرام وصلنا بهذا إلى نهاية هذه التغطية التي قدمناها ليومين من مدينة مصراتة رفقة العديد من الضيوف تحدثنا في الكثير من المواضيع يعني بالتزامن مع تطور الأحداث في مدينة سرت نشكركم على طيب المتابعة في أمان الله. شكرا لك زميلي عدنان وتحية خاصة إلى الفنان والكاتب والشاعر السيد يوسف خشيم. مشاهدينا الكرام بهذا وصلنا إلى ختام هذه التغطية التي فردناها لتغطية مجريات الأحداث في سرت إلى أن نلتقي في تغطيات أخرى دمتم في أمان الله.